في حاجة اللي هي حضرتك كنت كاتب عنها مقالة قبل كده، اللي هي تقسيم الدول، يعني الدول دي لها مستقبل في البيم أو ملهاش مستقبل أو بتبتدي أو هي وصلت لمستوى كويس، فإيه القصة ديت؟ يعني الموضوع لسه جديد علينا. نعم، كيف بكل بلد أخي عمر، في شركات مثلا إذا بتاخذ أستراليا، أوكي، مثلا من 10 سنين كان جزء صغير من الشركات، بس شركات الهندسة اللي كانت تستخدم تقنية البيم وبس عم تستخدمها لحالها، ولكن من 4 5 سنين صار الكونتراكتورز، وبعدين بلشوا الأونرز، وبتشوف هالشيء كمان صار ب ب باليو كي. ففينا نقيس ك ك الماتشوريتي او نضوج البيم ببلد بنسبه الادوبشن، هاي واحد. فينا نشوف نضوج البلد ونقارن بين البلدان، فنقارن بين اليو كي وبين كندا مثلا، او بين دبي والامارات وقطر مثلا، بعده عوامل، منها عدد الشركات اللي بتستخدم بيم، منها اذا عندها جامعات بتدرس مواضيع خاصه بالبيم، اذا عندها بروتوكول خاصه مثلا الاوبجكتس، يعني شو كيف لازم يكون الفاميليز معمولين، في يعني عدد من العوامل اللي ممكن تنقاس بكل بلد. على هالاساس فيك تقارن البلدين لبعضها وتشوف وين في نضوج للبيم اكثر من بلد تاني.